بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، سوف نتعلم اليوم إن شاء الله جميعا الفرق ما بين الاستثمار في العملة وشراء العملة وتداول العملة، يعني ما هو الفرق ما بين الاستثمار في العملة وتداول العملة. الاستثمار اخواني الكرام يعني كيكون لاصحاب يعني اصحاب المدى الطويل، يعني اللي كيقدروا يصبروا سنين باش على مطلع العملة ديالهم. فالاغلبية ديال اللي كيستثمروا العملة وكيتيقوا في واحد العملة فكيقوموا بالشراء ديال عدد كبير ديال ديك العملة وكيتسناو حتى وكينتظروا حتى كيطلع الثمن ديال العملة وكيقوموا بالشراء ديالها. هذا هو الاستثمار. مثلا هاد العملة هذه كتسوى 0.5 اقل من يعني 0.50 دولار. يعني هاد العملة الثمن ديالها الان منخفض جدا. هاد الثمن فهاد العملة هذه كاين البعض اللي كيقوم يعني بشراء عدد كبير منها والاحتفاظ به لواحد المدة إلى أن يرتفع الثمن ديالها. مثلا هاد العملة ديال زين، فأنصح يعني الجميع بشراء العملة يعني بأعداد كبيرة، لأن هاد العملة هذه يعني كيتوقع لها ارتفاع، ولكن هاد الارتفاع ما قدرش نعرفه واش دابا ولا باقي. المهم غادي يكون ارتفاع واش عام من دابا، عام من دابا 6 شهور، من دابا 5 سنين، الله أعلم. ومثلا عاوتاني هاد البيتشار بيتاس حتى هي الثمن ديالها منخفض كما كتشوفوا، منخفض بزاف، حتى هي كيتوقعوا ليها الارتفاع، ولكن هاد الارتفاع ما غاديش يكون دابا، غيكون على المدى البعيد. هاد العملة هذه يتوقع لها غولين، هاد العملة هذه يتوقع لها الارتفاع، حتى هي كنصح بان الشراء ديالها يعني باعداد كبيرة. ولكن البيتكوين دابا ما نقدروش نشريه، وانما نقدروا نداولو، كنستغلوا الانخفاض ديالو وكنشريوه، ومن بعد كيرتفع كنعاودو نبيعوه في البلاصه، ما كنتسناوش يزيد يرتفع بزاف، عاوتاني كنتظروا حتى كيهبط واحد الشويه عاوتاني كنشريوه باش يرتفع. اما العملات اللي الثمن ديالها صغير بزاف، هذه يمكن لينا نستثمروا فيها، ولكن خصنا نكونوا تايقين فيها، خص يكون عندها واحد الالغوريثم جديد، واحد البلوك تشين جديده، وخصها تكون يعني واحد الميزات جديده باش يمكن لينا نثقوا في هذه العمله هذه، وما تكونش بو تكون بوس، يعني يكون يتم التعدين ديالها يعني بالالات، ماشي ما يكونش التعدين اوتوماتيكي عن طريق عمليه حسابيه بالبي سي، كتخرج شحال ما بغيتي ديال العمله كتخرج بدون اي جهد. فهذا هو الفرق. الاستثمار يعني كيكون بشراء العملة بعدد كبير وانتظار واحد المدة باش كيرتفع الثمن ديالها، ثم بعد ذلك كنبيعها بالدولار ولا بالبيتكوين. هذا هو الاستثمار. يعني العملات اللي كيتوقعوا لها الارتفاع هو عملة ستيم. هذه العملة هذه كتسوى يعني تقريبا 25 سنت. دوجي كوان يقدر يرتفع، ولكن كما كتعرفوا هو قديم، ولكن الارتفاع ديالو يبقى غادي بشويه بشويه. الريبل يعني يتوقع له الارتفاع ايضا، وربما مازال الثمن ديالو صغير، يعني يمكن لينا نشريو حتى هو باعداد كبيره. الجوليم حتى هو كيتوقع له الارتفاع، هذا غير ارتفع يمكن بسرعه، فمن لحقوه ما حدو باقي الثمن ديالو طايح. البي تي اس حتى هي يعني عمله مزيانه. الكير يعني باقي ضعيفة شي شوية، ولكن هي تقدر ترتفع في المستقبل. غزيم أو النيم فهي هذه هي العملة اللي كيتوقع لها الارتفاع في القريب العاجل. المونيرو اللي عندي قصدي يشريها ب 19 دولار حتى هي غادي ترتفع. الفاكتوم حتى هو غادي يرتفع. البايتيكوان يقدر يرتفع ولكن في مدة بعيدة. الأوغير هو كيرتفع. الليسك حتى هو غادي يرتفع، وراه تقريبا وصل نصف دولار. ميديا سيف كوان حتى هي مزيانه. المهم كاع هاد العملات اللي كاينين في هذا الموقع راهم مزيانين، يمكن لينا نشريوهم باعداد كبيره للثمن ديالهم طايح. او
جيت لهنا عاوتاني شريت هاد اكس سي تي، يعني سي بيت، شريت واحد 1890 عملة، وكان وشريتها تقريبا ب 60 ساتوشي، الآن أصبح الثمن ديالها 90 ساتوشي، بقى غادي في الارتفاع، فكاين الربح هنايا. شريت هاد كريبتو جاك، شريت تقريبا 588، وكاين واحد الارتفاع فيها. ريبتو بيكس ارتفعت شي حاجة، ارتفعت حتى هي. فهادو العملات اللي كيكون الثمن ديالهم طايح يمكن لينا نشريهم ونتضرع عليهم واحد شوية. أما التداول فهو أمر آخر، التداول هو شراء العملة بثمن منخفض وبيعها بعد ارتفاع طفيف. يعني مثلا أنا فتح عدة صفقات، يعني ثلاثة صفقات، يعني ملي غادي يوصلوا لواحد العدد معين ديال الساتوشيات غادي تسدد بوحديتهم. مثلا الريبل، فانا وضعت صفقة انه ملي وصلت 3500 ساتوشي غادي تسد الصفقة وغادي تقوم عملية البيع اوتوماتيك. فملي غادي يوصل الريبل 3500 ساتوشي تقريبا ملي غادي يوصل هنايا هاد البلاصة هادي هنا، ملي غادي يوصل الثمن ديالها هنايا، فالسعر هو هنا. ملي غادي يوصل الثمن هنا فيمكن فهاديك الساعات غادي يتباع ليا الريبلي، ما غاديش نتسنى حتى يطلع واحد الاعوام لا، ولكن كنتسنى حتى يوصل لهنايا وغادي نقوم بالبيع ديالو. فهذا هو ما يسمى بالتداول. التداول عنده بعض الخصائص وبعض الشروط، يعني ما يمكنش نجيو نتداولو، ولكن خصنا نعرفوا النقطة اللي غادي يرتفع فيها ترتفع فيها العملة. فماشي أي نقطة غادي ترتفع منها العملة، ولكن خصنا نشوف النقاط. مثلا ملي وصل تام وصلت العملة لهاد البلاصة هنا ارتفعت، ثم بعد ذلك وصلت هاد البلاصة انخفضت، ثم بعد ذلك وصلت لهنايا بدات في الارتفاع، ثم عاود الانخفاض، عاود ثاني ارتفاع هنا وارتفاع. فكنشوفو هاد البلايص هادو لي السعر كيبقى فيهم بزاف عادي، اما كيخترقو من الفوق ولا كيخترقو من التحت. فكيما كنشوفو هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي تقريبا نفس السطر. فهادو كيتسموا مناطق دعم ومقاومات، يعني السعر كيوصل لهم ما كيقدرش لا يطلع لا يهبط، حتى المستثمرين هما كيحددوا يا كيبيعوا بزاف يا كيشريوا بزاف، ديك الساعات كيطلعوا لا كيهبط. فان شاء الله تعالى في الدروس المقبله غادي نتعلموا كيفاش نتداولوا العمله، وكيفاش يعني وقتاش نبيعوا وقتاش نشريوا العمله. مثلا هنا فهاد البلاصه كامله كتسمى دعم، يعني السعر ما قدرش يهبط لتحت، يعني او مقاومه كتسمى مقاومه، يعني هنايا هاد البلاصه كتقاوم السعر باش ما يهبطش، فكتخليه في هاد البلاصه هادي. وغالبا بان السعر ديال هاد العمله غادي يطلع حتى لهنايا حتى 5500. فمثل هذه الحالة هذه يمكن لنا نشريو العملة من هنايا ونعملو لها، يعني نحددوها ملي توصل لهنايا، يعني تسد الصفقة ويتباع لنا داك الأرباح اللي كاينة. فالتداول كيكون فيه أرباح قليلة، ولكن يوم بعد يوم يعني كيكونوا أرباح مزيانة. والاستثمار كيخصنا ننتظرو يعني واحد المدة، يعني تقدر توصل لسنين باش العملة كترتفع وكتوصل داكشي اللي بغينا حنايا. فهذا هو الفرق ما بين العملة، ما بين الاستثمار في العملة والتداول في العملة. إن شاء الله تعالى في دروس مقبلة إن شاء الله غنعرفوا كيفاش نشري وكيفاش نتداول في العملة، وقتاش نشري العملة وقتاش نبيعها، وكيفاش نعرفوا البلاصة اللي غادي نشري منها العملة، وكيفاش نعرفوا بأن البلاصة اللي شرينا فيها العملة وهي البلاصة الصحيحة ولا لا. فإن شاء الله هذو راه دروس وقوانين إن شاء الله غادي نتعلموهم في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.